قدامنا اهو تاني على البورد كده. افتكر معايا ازاي حضرتك بتقدر تجيب الانفرس، ازاي ترجع مره تانية من الاس دومين او الكومبلكس فريكوانسي دومين اللي معاك الى التايم دومين مره تانية. قلنا الستيبس او الاستراتيجي اللي انت شغال بيها بتيجي من اليمين للشمال. اول حاجه بتفكر في التيبل بتاعك، هل اقدر اجيب الانفرس بالتيبل ولا لا؟ ما ينفعش معايا بالتيبل. طب هل اقدر اعمل بارشال فراكشن ولا لا؟ وده بيستدعي سواء هنا او هنا ان الاف اس اللي موجوده معاك تعتبر فراكشن، عباره عن بولينوميال على بولينوميال. الفرق ان البولينوميال اللي موجود معاك في المقام بتاع التيبل حسب الاشكال اللي موجوده معاك في التيبل، بينما هنا بيكون معايا مقام مش موجود في التيبل ونقدر نعمل له فاكتورايزيشن او نقدر نعمل له عمليه تحليل. لو انت مش عارف تتعامل مع دي او دي، ما عادش قدامك سكه غير سكه القوانين، تستخدم القوانين او البروبابيلتيز اللي اخذناها بتاعه اللابلاس لكن بشكل عكسي. وقلنا قسمناها الى اربع حالات رئيسيه عندنا، اتنين بنتعامل فيهم مع الفانكشن نفسها بس التعديل صغير، واتنين بنتعامل مع بدايل للفانكشن التفاضل او التكامل. قلنا الاحتمال الاول لو معاك فانكشن معلومه والفانكشن دي الفانكشن دي كانت معلومه وجنبها اي اس ناقص اي اس، ده معناه انك انت شغال مع قانون السكند شيفت او اليونت ستيب. لو انت عندك فانكشن انت عارفها بس بدل كل اس من المعروفه ليها فيها اس زائد او ناقص كونستنت، يبقى ده معناه انك انت هتشتغل بقانون الفيرست شيفت. لو انت مش عارف تتعامل مع شكل انت عارفه، يبقى انت في الحاله دي مضطر يا اما تتعامل مع الاف بتاعتك باستخدام تفاضلها او تتعامل معاها باستخدام الانتجريشن بتاعها. خلاص. وساعتها لو انت فضلت بنستخدم القانون بتاع ديريفاتيف اوف ترانسفورم اللي هو الضرب في تي. يعني لو انت عندك الانتجريشن يبقى انت شغال بقانون الانتجريشن اوف ترانسفورم اللي هو القانون بتاع الاسم على تي. دول الاربع حالات اللي احنا كنا اخذناهم خلال المحاضره اللي فاتت، وتقريبا حلينا على كل كيس من دول بس ما ركزناش قوي على الاثنين دول. تعالوا كده نشوف مع بعض مسالتين تاني على اخر حالات. بيقول لي هنا فايند انفرس لابلاس ترانسفورم اذا كانت عندي اف اس بتاعتي عباره عن لين اس زائد 3 على اس زائد 4. لو حضرتك لسه مش متعود حتى الان وما حلتش بما يكفي، يبقى التيبل اللي موجود معاك ده او الشارت اللي معاك دي تقدر تحل لك الموضوع. هي الفانكشن اللي عندك دي تنفع من التيبل؟ طبعا دي لا، لان التيبل عايز فراكشنال ودي مش فراكشنال. طب تنفع تعمل برشا فراكشن؟ برضه لا لنفس السبب. يبقى ما عادش قدامي سكه الا القوانين. هل انت شايف فانكشن معلومه وجنبها ايه؟ لا، يبقى مش سكند شيفت. طب هل انت شايف شيفت اس زائد رقم او ناقص رقم وهما الاثنين زي بعض؟ دي 3 ودي 4، لا، يبقى ما اقدرش اقول عليها فيرست شيفت. يبقى ما عادش قدامك دلوقتي حاليا سكه الا ان انت تفاضل الفانكشن اللي معاك عشان توصل لحاجه شبه التيبل، او انك انت تعمل انتجريشن عشان توصل لحاجه تبقى شبه التيبل. تفتكر معايا بقى اف اس اللي موجوده معاك دي الافضل انك انت تفاضلها ولا الافضل انك انت تكملها؟ ليه؟ قلنا لسببين. السبب الاولاني ان غالبا بالنسبه لك التفاضل هو الاسهل، بس مش هو ده السبب الرئيسي. احنا اتفقنا مع بعض انك انت بتفاضل او بتكامل ليه؟ علشان يبقى الريزلت اللي هيطلع معاك سواء بتعمل ديفرنشيشن او انتجريشن هي عباره عن فانكشن تقدر تجيب الانفرس بتاعك. تمام. انا دلوقتي لو مسكت الفانكشن دي وقلنا هنستخدم فيها التفاضل باستخدام التفاضل، تفتكر نقدر نعمل التفاضل بتاعها بالوضع ده؟ اقدر. لكن لو فكرت كده، افتكر معايا كده لما كنا في اعدادي، هو الديريفاتيف بتاع اللين كان عباره عن ايه؟ كان عباره عن واحد على اللي جوه اللين، يعني هنقلب الكسر بس كده. لا، في الديريفاتيف بتاع اللي جوه، فلو جبت الديريفاتيف بتاع اللي جوه اللين ده يعتبر فراكشن لوحده، كنت هتضطر تستخدم القانون بتاع القسمه، المقام تربيع المقام في مشتقه البسط وبتكمل. لكن انت لو افتكرت حاجه صغيره خالص في بدايه التفاضل، في البدايه خالص في اول شابتر مع رسم الدوال، هتلاقي ان اللين دي لما كان بيبقى فيها جواها بسط ومقام كنت حضرتك بمنتهى البساطه تقدر تستخدم البروبيرتيز بتاعه اللين اللي بتقول ان لين قسمه تتحول الى لين طرح، لان البسط بتاعك ناقص لان المقام. يبقى انت بدل ما حولت التو فانكشنز اللي موجودين معاك على صوره اسمه باستخدام التفاصيل بتاعه او الخواص بتاعه اللين قدرت احولها الى طرح دالتين. نقدر بقى بالصوره الجديده نلغي الصوره اللي في الوسط دي ونتعامل مع الشكل الجديد. لما نبدا نجيب الديريفاتيف بتاعنا فهنقول ان دي اف باي دي اس التفاضل بتاعنا بيساوي تفاضل اللين الاولانيه دي بقت سهله، واحد على اس زائد 3 ناقص الديريفاتيف بتاعه اللين الثانيه هي عباره عن واحد على اللي جواها اس زائد 4.
يبقى إذن التفاضل بتاع الـ F by DS بيساوي الكلام. تعالوا نفتكر أصل القانون بتاع وجود التفاضل. أفكرك كده، دايماً التفاضل مرتبط بقوانين الضرب في T في التايم دومين، بينما القوانين بتاعة الانتجريشن الاسم على T في التايم دومين. افتكر معايا كده إن القانون كان بيقول لو أنت عندك function F of T كانت مضروبة أو multiplied في T، كان اللابلاس ترانسفورم بتاعها عبارة عن الأس بتاعك فردي فبحط إشارة سالب، الأس بتاعي واحد فبنعمل عملية تفاضل واحدة بس. وبالتالي نقدر نبص للقانون ده بدل من الشمال اليمين نبص عليه من اليمين للشمال. لو انت جاي من الشمال يبقى انت بتعمل لابلاس ترانسفورم، لو انت جاي عكس من اليمين يبقى انت بتعمل انفرس. فنقدر نقول دلوقتي ان ناقص الديريفاتيف يناظر ايه في التايم دومين؟ تي في مين؟ في الاف اوف تي. انا اللي معايا دلوقتي التفاضل بس، لكن انا على حسب القانون محتاج النيجاتيف بتاع التفاضل. يبقى كل اللي هتعمله حضرتك تضرب الطرفين في النيجاتيف، يبقى انت عندك هنا سالب تبقى دي سالب ودي تبقى موجب، وتبدا حضرتك تجيب الانفرس للطرفين للليفت هاند سايد والرايت هاند سايد. لما تجيب الانفرس بتاعك للطرف الشمال ايه هو الانفرس لناقص تفاضل الاف كابيتال؟ ده على حسب القوانين، ده بالقانون يدي لك ايه؟ تي اف اوف تي، ده قانون. بينما جزء الانفرس اللي موجود معاك من الناحيه الثانيه ده، هل انت محتاج تجيب له قوانين ولا ده بالفعل موجود في التيبل؟ يبقى انا هجيب الانفرس هنا باستخدام جدول التحويلات بتاعتنا. سالب واحد على اس زائد 3 يديني سالب اكسبوننشال اس ناقص 3 تي، ودي هتبقى زائد واحد على اس زائد 4 الانفرس بتاعها من خلال التيبل يديني اي اس ناقص. اللي انت جبته دلوقتي ده مش الاف اوف تي، ده الاف اوف تي ملتبلايد او مضروبه فيه. يبقى ده معناها انك في الاخر تقدر تقول ان الاف اوف تي اللي موجوده معاك هي عباره عن اي اس ناقص 4 تي سالب اي اس ناقص 3 تي على ايه؟ على التي. تمام كده؟ يبقى انت زي ما قلت لك كده انت مش قادر تتعامل مع الاف شخصيا، قلنا هنروح نجيب حد كبير نكلمه، والكبير بتاع الفانكشن هو ايه؟ التفاضل او التكامل، وبتختارهم بناء على ايه؟ الشكل اللي هيوصل معاك بعد التفاضل او التكامل هو شكل يمكن التعامل معاه بالقواعد العاديه وتقدر تجيب له الانفرس. لو انت فكرت وتهورت انك تمسك الفانكشن دي وتكملها، ما انا اقدر اكمل، بس هل تقدر تكمل هنا اصلا؟ وحتى لو فرضا انك انت كملتها، هل الريزلت اللي هيطلع معاك او الفانكشن الجديده اللي طلع معاك ليها انفرس بديل في الجدول ولا لا؟ او تقدر توصلها للتيبل ولا لا؟ هو ده الفيصل اللي ما بيننا. خلاص؟ بشكل عام هتلاقي ان الفانكشنز اللي موجوده عندك اللي بتقدر تعمل لها تفاضل مجموعه دول كده في الغالب ما بتخرجش عنها، غالبا اللين، وممكن يكون زيها ال تان ماينس 1 زي ما خدنا المره اللي فاتت، ممكن يكون كمان التانش ماينس 1، واخد بالك؟ هي دي معظم الفانكشنز، يعني مش كتير اصلا اللي بيتفاضلوا. هتلاقي هي دي الاشكال اللي احنا بنتعامل معاها من خلال القوانين بتاعه التفاضل. ماشي؟ شوف كده فكره ثانيه، انا عايز اجيب الانفرس للفانكشن دي اف اس بتساوي 2 اس زائد 4 على اس سكوير زائد 4 اس زائد 5 الكل تربيع. فكر معايا كده واحده واحده، هي الفانكشن دي في التيبل؟ دي تعتبر فراكشنال لكن المقام مش موجود خلال التيبل، يبقى التيبل لا. تقدر تعمل لها بارشل فراكشن؟ اتفقنا المره اللي فاتت ان اي مساله فيها فراكشنال ولقيت الدينومينيتور بتاعك او المقام بتاعك ريبيتد، يعني المقام مرفوع لاس، البارشال فراكشن مش هينفع. فاكرين ليه؟ لان انت لما هتعمل البارشال فراكشن هنا معناه ان المقام ده هيظهر معاك مره اس واحد ومره اس اتنين لغايه لما تخلص الباور بتاعك، وبالتالي هتلاقي الفانكشن الاصليه ظهرت تاني. يبقى مفيش معنى ابدا لايجاد البارشال فراكشن هنا. يبقى اي مقام ظاهر معاك تربيع تكعيب اس 4 اس 5 انسى تماما فكره البارشال فراكشن. ندخل على اللي وراه، هي الفانكشن دي ظهر لك فيها ايه؟ يبقى مش سكند شيفت. طب هل انت شايف اس زائد او ناقص؟ احنا اخدنا واحده زيها المره اللي فاتت، بس لو كانت كده انا عندي المشكله في التربيع.
يبقى ما عادش قدامي حاليا سكة اتعامل معها الا امسك الفانكشن افضلها او امسك الفانكشن اعمل لها انتجريشن. ايه الفكرة دي؟ ايه الحاجة فاضل ولا كامل بحيث يبقى الشكل اللي معايا ابسط ما يمكن ان انا اقدر اوصله للتيبل؟ لو حضرتك عملت دريفاتيف يبقى المقام هيتربع هيوصل معاك اس، يبقى انت بتبعد جدا عن التيبل. بينما انت دلوقتي لو بصيت للفانكشن اللي معاك هتلاقي ان الاحسن في الحالة دي انك انت تقدر تحلها باستخدام الانتجريشن. ليه؟ هتلاحظ حاجة ليها علاقة بقوانين الانتجريشن اللي كنا واخدينها في اعدادي. تعالوا كده نفتكر مع بعض. لو اخدت الطرف الشمال يبقى الانتجريشن of f of s ds ابتداء من الاس لغاية ما لا نهاية، ده يكافئ الناحية التانية انتجريشن للفانكشن دي. مجرد تعديل بسيط، اللي فوق ده هو 2 اس زائد 4، والمقام ده لو حضرتك طلعته فوق هيبقى عبارة عن اس سكوير زائد 4 اس زائد 5 اس ناقص 2. هل انت ملاحظ حاجة او ريليشن معينة حضرتك كنت واخدها في الانتجريشن السنة اللي فاتت؟ عندي فانكشن مرفوع على الباور معين اف اس ان في الدريفاتيف بتاعها اللي هو يعتبر الاف داش، يبقى على حسب القواعد بتاعه الانتجريشن ناتج التكامل ده كان بيقول ايه؟ صح، نزود على الباور او على الاس واحد ونقسم، وطبعا الانتجريشن بتاعك شغال من اول الاس لغايه ما لا نهايه. يلا زود على الاس واحد تبقى اس ناقص واحد، اقسم على الاس الجديد يعني اقسم على سالب، يبقى الريزلت النهائي هو النيجاتيف اهو اس ناقص واحد، يعني نزلت في المقام اس تربيع زائد 4 اس زائد 5. ونبدا نعوض من اول اس لغايه، اوعى تنسى دي. يبقى انا دي عباره عن داله في تفاضلها، الانتجريشن بتاعها هو ده، نبدا نعمل سبستيوشن من اللور باوند لغايه الابر باوند بتاعنا. لما نبدا نشيل الاس اللي معانا في المقام ونحط مكانها ما لا نهايه، اي ثابت على ما لا نهايه يديني صفر ناقص، نشيل الاس ونحط نفسها فيطلع الناتج سالب واحد على اس سكوير زائد 4 اس زائد 5. صفر ناقص ناقص بقت النتيجه في الاخر سالب، يبقى نقدر نقول دلوقتي ان حاليا انا وصلت الى انتجريشن من اس الى ما لا نهايه ل اف اوف اس دي اس بيساوي من الناحيه الثانيه 1 على اس سكوير زائد 4 اس زائد ايه؟ زائد 5. الناتج اللي معاك المره دي بخلاف المره اللي فاتت هو يعتبر شكل ابسط شويه من الفانكشن الاصليه، لكن الشكل ده مش في التيبل بشكل مباشر زي ده، لكن ما زلنا في نطاق ان الصوره الجديده اللي طلعت لي بعد الانتجريشن مور سيمبل زي الاولانيه. الشكل اللي انت طلعته يعتبر شكل ابسط من الصورة الأصلية اللي معاك. كل المطلوب بس منك دلوقتي انك تبدأ تعمل الانفرس للطرفين. عايز اجيب الانفرس للطرفين. بالنسبة لدي الانفرس هيبقى عامل ازاي؟ وبالنسبة لدي الانفرس هيبقى عامل ازاي؟ نبدأ مع بعض. بالنسبة للانفرس لدي تعالوا نفتكر ان القانون اللي كان عندنا كان بيقول في حالة الانتجريشن في الاس دومين ده كان معناه في التايم دومين اسما. فكنا بنقول ان انا لو عندي اف اوف تي على تي يبقى اللابلاس ترانسفورم بتاعها كان عباره عن تكامل اف اوف اس دي اس. ده لو انت جاي من التايم للاس. لو انت بتعمل العكس من الاس للتايم يبقى ينفس. فنقدر نقول ان شكل التكامل اللي معاك اصله ايه في التايم دومين؟ اف اوف تي على تي. باستخدام القانون ده نقدر نقول ان الانفرسال ده باستخدام القوانين عباره عن ايه؟ اف اوف تي مقسوم على تي يساوي. عايز امسك بقى الجزء اللي معايا في الرايت هاند سايد واروح اجيب الانفرس بتاعه، اعتبره كانه مساله لوحده، يعني زي ما اتعاملنا مع دي كده. الجزء اللي في اليمين انت جبت الانفرس بتاعه ازاي؟ اعتبره مساله جديده، تيبل ولا بارشال فراكشن ولا قوانين من اول وجديد؟ تعال نشوف. بالنسبه لواحد على اس سكوير زائد 4 اس
لو المقام بتاعي كان كده كنت اقدر اقول ان هو من التيبل وهو ايه، بس هظبطها شويه. لو الاس دي مش موجوده كنت هقدر اقول انها في التيبل وتديني ساين، بس هظبط الثوابت شويه. طب في وجود الاس سكوير زائد 4 اس زائد 5 قدام احتمالين على حسب طبيعه المقام، يا اما اقدر اعملها بارشال فراكشن لو انا اقدر اعمل فاكتورايزيشن او تحليل المقام، يا اما بسبب وجود المقام داله تربيعيه عملناها المره اللي فاتت بتعمل كومبليت سكوير ويليها الفيرست شيفت. اقول تاني، الفانكشن اللي معاك دي هي مش موجوده في التيم لكنها على صوره فراكشنال بولينوميال على بولينوميال، هل حضرتك تقدر تجيب تحليل للمقام بحيث تقدر توزعه الكسرين او اكتر؟ لا، ما عنديش رقمين يتضربوا في بعض مجموعهم 4 من الـ5. يبقى الحل ان حضرتك علشان تقدر تجيب الانفرس دي هتقدر تجيب الانفرس لكن باستخدام قانون الفيرست شيفت. ازاي؟ على جنب كده تعالوا نعتبر الجزء ده وليكن اسمه جي اوف اس عبارة عن 1 على S² + 4S + 5. باستخدام الفيرست شيفت عشان نعمله هلاقي نفسي بعمل كومبليت سكوير الاول اكمال مربع للمقام، فيبقى عبارة عن اس زائد نص الكوفيشنت ده يعني زائد 2 الكل تربيع ناقص مربعه يعني سالب 4 + 5 تبقى جميل. يبقى شكل الرايت هاند سايد اللي معاك اللي انا سميته جي اوف اس بعد ما عملت له كومبليت سكوير بقى على الصوره دي. هتلاحظ دلوقتي ان الصوره اللي معاك دي الصوره اللي في التيبل بتاعه الساين لكن بدل الاس في اس زائد كونستانت، يبقى ده معناه انك هتجيب الانفرس باستخدام الفيرست شيفت. فنقدر نقول دلوقتي ان جي اوف اس دي لما تروح للتايم دومين عباره عن اسحب الشيفت من قلب الفانكشن اللي هو دايما اي اس تي، دايما الشيفت اللي معاك اي اس تي. طب اي اس تي كام؟ خد خد القوس ده على بعضه وساويه بالزيرو، يبقى الاس اللي معاك بتساوي هو ده الكوفيشنت بتاعك. بعد ما سحبنا الشيفت من قلب الفانكشن ترجع لاصلها، يبقى الفانكشن اللي باقيه معاك اسمها ايه؟ 1 على S² + 1 اللي الانفرس بتاعها من التيبل ساين كام؟ ساين تي. يبقى اصبح دلوقتي الانفرس بتاع الجي اللي هو يمثل الرايت هاند سايد هو اي اس ناقص 2 تي في ساين تي. اخيرا اللي انت جبته دلوقتي مش الاف اوف تي، ده مين؟ الاف على التي. يبقى نقدر نقول في الاخر ان الاف اوف تي اللي احنا عايزينها هي عباره عن تي في الاي في الساين. فهمنا الفكره؟ خلاص. يبقى الفانكشن اللي حضرتك بتتعامل معاها ومش قادر تتعامل معاها بالتيبل بالبارشال فراكشن فيها ايه زياده او فيها شيفت، يبقى انت مضطر تجيب التفاضل او التكامل على حسب مين اللي هيبسطها لك. وفي بعض الاحيان لما انت بتفاضل او بتكامل الناتج اللي بيطلع بتجيب له الانفرس على طول، وممكن يطلع لك الناتج اللي هيطلع بعد التفاضل او التكامل محتاج شغل تاني كانها مساله من اول وجديد. فنقدر نقول المساله دي دمجت فكرتين مع بعض، القانون بتاع الفيرست شيفت والقانون بتاع الاسم على تي اللي هو يعتبر الانتجريشن. فهمنا؟ افكرك تاني، احنا في الشابتر ده قلنا متفقين مع بعض ان في عندنا 4 افكار رئيسيه خلصنا منهم 2 لغايه دلوقتي، اللي هو ازاي تيجي من التايم للاس تيبل وقوانين، ازاي تجيب الانفرس باستخدام زي ما كنا كاتبين في الشارت حالا تيبل بارشال فراكشن او قوانين، يليها الفكره الثالثه بتاعه النهارده، ثم الفكره الرابعه بتاعه المحاضره الجايه ان شاء الله وننهي. الفكره الثالثه النهارده ايه ده معايا لو سمحت؟ فكره الكونفوليوشن ثيوري، نظرية في منتهى الأهمية. النظرية دي مش بس هنتكلم عليها ماثيماتيكالي، هنتكلم عليها فيزيكالي، المعنى الفيزيائي بتاعها. الناس إن شاء الله اللي هتخش اتصالات أو هتخش حاسبات أو هتخش باور هيدرسوا في الـ3 أقسام دول، والباقيين لأ، هيدرسوا في الـ3 أقسام دول ما يطلق عليه الكنترول سيستم، أنظمة الكنترول.
نظرية الكونفوليوشن مهمة جدا 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 في التعامل في الكنترول سيستم، وهقول لك دلوقتي ازاي. بس نبدأ الأول كتمهيد كده. احنا أخذنا المحاضرة اللي فاتت لو انت فاكر، لو انا كنت مدي لك F of S بتساوي 2 S على S سكوير زائد 4 الكل سكوير، دي لما حلناها في المحاضرة اللي فاتت حلتها ازاي؟ بالتكامل، مش كده؟ وديتك المحاضرة دي F of S عبارة عن 2 S زائد 4 على S سكوير زائد 4 S زائد 5 الكل تربيع، صح؟ ودي لسه حلنا حالا، برضو عملناها ازاي؟ تمام كده؟ طيب خد بالك من دي، لو انا جبت لك F of S، اسمع معايا، 1 على S سكوير زائد 1 الكل تربيع، لو انا اديتك فانكشن اسمها 1 على S سكوير، او علشان تبقى زي اللي فوق اهي، زائد 4 الكل تربيع، ايه الفرق ما بين دي ودي والتيبل؟ التيبل كان من غير التربيع، فكنت هقول اللي قدامي ده عبارة عن نص ساين، مش كده؟ كنت هضرب في 2 واقسم على 2 عشان تبقى نص ساين 2 تي. وبالنسبة للمسألة دي كان ناقص عندك انك يبقى معاك 2 اس اللي هو يعتبر الدريفاتيف بتاع الفانكشن اللي عندي هنا عشان اقدر اقول انها دالة في التفاضل بتاعها. هل معنى كده ان الفانكشن اللي قدامك دي مش هقدر اجيب لها انفرس؟ لا، اقدر اجيبه لها لكن مش باستخدام القوانين العادية. ساعتها يبدأ يظهر فكرة الكونفوليوشن من الناحية الرياضية، هي عبارة عن طريقة تقدر تجيب بيها الانفرس في حالة فشل الحاجات المعتادة بتاعتك. برضو لو انا مديلك F of S بتساوي 1 على S سكوير زائد 4 S زائد 5 الكل تربيع، من غير الجزء اللي كان معاك في البسط اللي هو بيمثل بالنسبة لك تفاضل الفانكشن، هل تقدر تجيب الانفرس دي باستخدام الانتجريشن زي المسألة اللي فاتت؟ برضو لا، لان انت ما عندكش الديريفاتيف بتاع اللي جوه القوس. يبقى مسألة زي دي ومسألة زي دي حضرتك لو فكرت فيها دي مش في التيبل، مش هقدر اعمل بارشال فراكشن بسبب وجود الريبيتيشن هنا، عندي تكرار، مش هقدر اشوف الاي لانها مش موجودة بالفعل، ما هياش فيها شيفت حتى لو انت عملت اكمال مربع، ما فيش في الفانكشن دي لو انت فضلتها هتكبر معاك تبقى اس 4، لو انت كملتها استحاله. يبقى كل القوانين اللي اتكلمنا عليها التقليديه ما عادتش تنفع. هنا يبدا دور الكونفوليوشن ثيوري. الكونفوليوشن ثيوري من وجهه نظر الماثماتكس، من وجهه نظر الرياضه، بتقول لو حضرتك لو عندك فانكشن عباره عن اف اوف اس، فانكشن اسمها اف اس، وحضرتك عايز تجيب الانفرس ليها، بس بشرط ان الاف اوف اس دي حضرتك تقدر تكتبها على صوره كده، لو عندك فانكشن اسمها اف عايز تجيب ليها الانفرس بشرط انك تقدر توزعها، بالعربي بقى تقدر توزعها الى حاصل ضرب دالتين، وليكن واحدة اسمها H والتانية اسمها G، ومش أي تقسيم، بحيث يبقى H لها إنفرس أنت عارفه والG لها إنفرس أنت عارفه. نقول تاني، لو معاك فانكشن اسمها F عايز تجيب لها الإنفرس وكل الطرق المعتادة فشلت، لكن ما زلت عندك القدرة انك تقدر تحطها على صورة ملتبليكيشن، على صورة ضرب، فانكشن اسمها H وفانكشن اسمها G، وكل واحدة من دول ليها الانفرس المعلوم بتاعها. اقول لك الفانكشن دي فشلت كل الطرق، تقدر تحطها على صورة ضرب دالتين بحيث يبقى لكل واحدة فيهم الانفرس بتاعها؟ اقدر اكتبها كده، 1 على S سكوير زائد 4 في 1 على S سكوير زائد 4، مش كده؟ قدرت احطها على صورة ضرب، الاولى ليها انفرس معلوم هي نص ساين 2 تي، والتانية هي نص ساين 2 تي.
لكن زي ما احنا متفقين اللابلاس ترانسفورم ده ما بيشتغلش على الضرب والقسمة، ما اقدرش اقول يبقى الانفرس النهائي هو نص ساين في نص ساين. امال قالك ايه بقى؟ قالك بما انك قدرت توزعهم فنقدر نقول دلوقتي ان الاف اوف تي اللي انت بتدور عليها اللي هي تعتبر الانفرس بتاع مين؟ الانفرس بتاع مين؟ بتاع الاف كابيتال. هيساوي ايه بقى؟ قال لك هيساوي الاتش رجعها للتايم دومين، الجي رجعها للتايم دومين، لكن العلاقه ما بينهم مش هتكون علاقه ضرب، امال هتكون علاقه ايه؟ كونفوليوشن. اتش العلاقه اللي في النص ما بينهم الرمز الاسترار دي اسمها كونفوليوشن، علاقة رياضية جديدة بخلاف الجمع والطرح والضرب والاسم. فاكر الكومبوزيت فانكشن بتاعت اعدادي؟ فاكر دي؟ ده اللي تدرك مين على بعض F كومبوزيت G اللي هي كانت بتساوي، فاكر؟ اللي هو كنت بتروح في الفانكشن F بتحط مكان كل X مين؟ دي كانت علاقة غير تقليدية، ما هياش مجرد ضرب ولا اسمة ولا جمع ولا طرح. برضو من ضمن العلاقات اللي بتربط ما بين دلتين أو ما بين two functions هي علاقة الconvolution. طب الconvolution ده لو انت اديتهولي أفكه بإيه من الحاجات الأساسية بتاعتنا؟ يعني أنا لما جيت اتكلمت على الرمز بتاع الكومبوزيت ده أو الدلتين الراكبين على بعض فكتها إزاي؟ بفكرة substitution، انك انت هتستبدل كل اكس في الاولانيه بمين؟ بالداله الثانيه اللي هي الجي. طب انا دلوقتي لو قابلت رمز الكونفوليوشن ده افكه بايه من العلاقات الاساسيه اللي عندنا؟ قال لك لما تحب تفكه هتفكه بحبيب الكل التكامل، من زيرو لتي دي تي، او مش دي تي دي تاو، ومش هما نفس الدالتين، ده واحدة منهم هيبقى اسمها H of tau والتانية هيبقى اسمها G of T ناقص tau وتبقى جوه ضرب عادي. أو من 0 ل T H of T ناقص tau في G of tau D tau. يعني إيه بقى كده بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ايه؟ يعني مطلوب من حضرتك الخطوات الاتية. عندك فانكشن اسمها اف انت مش عارف تتعامل معاه، لكن ما زلت عندك القدرة انك تجزأها حتتين مضروبين في بعض وكل واحدة ليها الانفرس بتاعها، ماشي؟ بقت واحدة اسمها اتش اوف تي والتانية اسمها جي اوف تي، يبقى الاف الاصلية هي كونفوليوشن ما بين الاتنين. تتفك بايه؟ هتحط انتجريشن من زيرو لتي، انتجريشن من زيرو لتي، وتيجي على فانكشن من الاثنين دول تشيل المتغير تي اللي جواها وتحط واحد جديد اسمه تاو، وتروح للتانية اللي انت بتتعامل معاها وتستبدل كل تي بتي ناقص تاو، حيث التاو ده متغير جديد. طب انت تحط في مين التي تاو وتحط في مين تي ناقص تاو؟ براحتك اهو، مرة الاتش يبقى جواها تاو او تي ناقص تاو، الاسهل بالنسبة لك تعمله، والتانية تي ناقص تاو او تاو. هيطلع معاك تو فانكشنز جداد المره دي مضروبين، تقدر تعمل لهم انتجريشن عادي بالنسبه للتاو مع اعتبار ان التي كونستنت، وبعد لما تخلص وتعوض الناتج ده يمثل بالنسبه لنا الكونفوليوشن. يعني ايه قبل ما اخش في سكه الفيزيكالي؟ تعالوا نشوفها كده مع بعض. فايند انفرس لابلاس ترانسفورم للفانكشن. وهنا عايز اوصل دماغك لحاجه، عايزك كده نتفق مع بعض، امتى تستخدم الكونفوليوشن؟ امتى اقول ان الكونفوليوشن بتاعي هو المناسب لحل المساله؟ طبعا زي ما انت شايف الكونفوليوشن ما بيجيش بشكل بسيط، ده انت محتاج بعد ما بتجيب انفرس لكل واحده لسه هعمل انتجريشن، يعني معنى كده الموضوع فيه شويه رخام. وبالتالي علشان نبقى كده متفقين مع بعض، ما تستخدموش الا حالتين اتنين. الحالة الأولى
ان كل الطرق العادية اللي تقدر تجيب بيها الانفرس مش نافعة، ولا تيبل ولا قوانين ولا بارشال فراكشن ولا اي حاجة. الاحتمال التاني ان انا اطلع رخم واجي اقول لك المسألة اللي موجودة قدامك دي انا عايزك تجيب بيها الانفرس غصب عنك لكن باستخدام الكونفوليوشن. ماشي كده؟ يبقى هما حاجتين اتنين، يا اما الفانكشن ما تنفعش او يبقى استحاله انك تجيب لها الانفرس الا بالطريقه الاخيره دي، يا اما انا اجي اقول لك كده انا عايز اجيب الانفرس يوزنج كونفوليوشن ثيوري، باستخدام نظريه الكونفوليوشن. تعالوا نبص على دي ونشوف دي تنتمي لاني فئه. هل الفانكشن دي تقدر تجيب ليها الانفرس بشكل طبيعي؟ لا، دي مستحيل تقدر تجيب لها الانفرس بكل الطرق العاديه. فكره الحل بقى عباره عن ايه؟ نمره واحد، هنبدا نجزأ، نعمل ديفيجن كده، نعمل ديفايد كده ليه الاف اوف اس اللي موجود معاك لحاصل ضرب دالتين، كل واحده منهم، كل واحده لها انفرس معروف. دي كده اول ستيب معاك. يعني نقدر نقول دلوقتي ان اف اوف اس اللي معايا هتبقى عبارة عن واحد على S سكوير زائد واحد في واحد على S سكوير زائد واحد. دي أول خطوة تقدر أنك أنت تعمل، جزأهم لحاصل ضرب دالتين، بس مش أي تقسيمة، بشرط أن كل واحدة من دول يكون ليها الانفرس اللي أنت تعرفه. يعني كمثال مثلا عشان تفهم الحتة دي، لو أنا جيت رخمت عليك وقلت لك F في S اللي معاك كده، وقلت لك اعملها لي بالكونفوليوشن، طبعا هي اللي قدامك دي حضرتك كنت ممكن تقدر تعملها باستخدام بارشال فراكشن، مره A على S، B على S سكوير، وبعدين C على S زائد الواحد، وتجيب الانفرس لكل واحده، صح؟ طب انا لو قلت لك دلوقتي انا عايز اجيب الانفرس بس باستخدام الكونفوليوشن، يبقى كنت حضرتك المفروض تقسمها الى ضرب دالتين يكونوا الاثنين ليهم انفرس معلوم. طب هل اقسمها واحد على S سكوير في واحد على S زائد واحد، ولا أقسمها كده؟ اللي هي S في S زائد واحد، هتلاقوا مين؟ دي، لأن الواحد على S سكوير ليها إنفرس، واحد على S زائد الواحد ليها إنفرس اللي هو الإي، بينما بالصورة دي S سكوير زائد الإس ده أنا ممكن ما أقدرش أجيب الإنفرس إلا باستخدام إكمال المربع، ده لو نفع أصلا. يبقى في الحالة دي، دي بلاش إنك أنت تستخدمها، الأفضل إنك أنت تستخدم الصورة دي، إنك تحاول تحط جزئين كل واحدة منها ليها الإنفرس بتاعها. ماشي؟ واحدة تانية مثلا، لو معاك F في S كده، برضو كنت ممكن تقدر تعملها باستخدام البارشال فراكشن، A على S، B على S سكوير، C على S تكعيب، وبعدين DS زائد الـ A على S سكوير زائد الواحد، تقدر تجيبها. لكن لو انت عملتها باستخدام الكونفوليوشن، التقسيمة تبقى عاملة ازاي؟ ها؟ ايه التقسيمة؟ واحد على S تكعيب عشان ليها انفرس اللي هو T تربيع على مضروب 2، والتانية واحد على S سكوير زائد الواحد اللي هو الانفرس بتاعها هو الساين. طب هل ينفع اقسمها كده؟ ما هي دي تقسيم الضرب برضه، وهو ده ضرب، بس هل اللي انت عملته يديلك دالتين تقدر تجيب ليهم الانفرس؟ لا، انا مش هقدر اجيب الانفرس دي. يبقى انا في الحالة دي مش اي تقسيمة، انا بحاول اجيب تقسيمة تقدر تجيب الانفرس بتاعها بشكل بسيط. ماشي؟ نرجع لمسألتنا تاني. بعد كده نبدأ نحسب الانفرس حسب الكونفوليوشن. النظرية بتقول لك ايه؟ ان اف اوف تي بتاعتك هتساوي، نمسك الاولانية، تكامل مرتين، لا ما عندناش تكامل مرتين، الانفرس دي لوحدها هتبقى عبارة عن ساين تي، والانفرس للجزء الثاني اللي معاك هو عبارة عن ساين T.
تي. وعلى حسب القوانين اللي معانا، القوانين بتقول ان عملية الضرب في الاس دومين تكافئها ايه في التايم دومين؟ علامة ايه؟ convolution. يبقى انت حولت الاولى لوحدها، حولت التانية لوحدها، لكن مش ضرب، دي عملية convolution. هل كده المسألة بالنسبة لك خلصت؟ لا. تبدأ الخطوة الثالثة اللي معاك، اللي هي تمثل بالنسبة لنا آخر خطوة. ايه بقى هي؟ هنبدأ نطبق قانون الكونفوليوشن، اللي بيقول ساعتها نقدر نقول ان الاف اوف تي اللي معايا هي عبارة عن انتجريشن من زيرو لتي والتكامل بالنسبة للتام. وسعادتك هتروح للتو فانكشنز اللي معاك او الدالتين اللي معاك اللي انت جبتهم في الخطوة التانية، وتعمل حاجتين. هتصطاد واحدة منهم تحط بدل كل تي جواها تاو، والتانية احط بدل كل تي جواها تي ناقص، حسب الاسهل والاصعب من وجهة نظرك. الدالة الصعبة حط فيها الحاجة الصغيرة اللي هي التاو، والدالة اللي انت شايفها سهلة بالنسبة لك حط مكان التي تي ناقص تاو. خلاص؟ عايز تقلبهم براحتك، الطريقة اللي تعجبك. المهم واحدة منها تاو والتانية تي ناقص تاو. طب انا دلوقتي الاولى اسمها ساين والتانية اسمها، يعني هما الاثنين بالنسبة لي زي بعض، يبقى ما عادتش فرق. يبقى انا هقول الاولانية هيبقى اسمها ساين لكن بدل التي تاو، التانية تبقى ساين وبدل التي تي ناقص تاو. تكامل بسيط جدا من بتاع اعداد. ازاي تقدر تعمل الانتجريشن ده؟ ده حاصل ضرب دالتين لكن في علاقة رياضية ما بينهم. الساين في الساين تتفك ايه؟ ها؟ نص كوزين فرق ناقص. جميل. يبقى دي عبارة عن نص تكامل من زيرو لتي دي تاو، عبارة عن كوزين فرق ناقص كوزين مجموع. كوزين فرق الزاويتين تاو ناقص تي زائد تاو، يعني اتنين تاو ناقص تي. كوزين مجموع تاو زائد تي ناقص تاو، فيبقى عندك تي. ونبدأ نعمل الانتجريشن بتاعك ده مع ملاحظة ان الانتجريشن بالنسبة للتاو بمعناها انك هتعتبر التي تعامل معاملة ايه؟ والمتغير بتاع حضرتك او الفاريبل بتاعك هو التاو بس. خلاص؟ فنبدأ نعمل ايه؟ نبدأ نعمل الانتجريشن بتاعنا، الانتجريشن بتاع الكوزين دي بس بالنسبة للتاو، يبقى الناتج نص. التكامل بتاع الكوزين هي فيها تاو ولا ما فيهاش؟ فيها. تكامل الكوزين عبارة عن ساين، ساين اتنين تاو ناقص تي، ونقسم على الكوفيشنت او المعامل بتاع التاو اللي هو يبقى نص، ناقص كوزين تي. انا كده هعمل الانتجريشن بالنسبة للتاو. هل الفانكشن دي جواها تاو؟ يبقى كأنها كونستانت بالظبط، يبقى الانتجريشن بتاعها تاو في كوزين تي. ونبدأ لسه كمان نحط الحدود بتاعتنا من كام لكام؟ من زيرو لتي. عوض بقى، يبقى عندي هنا نص في، مرة هنعوض بالأبر باوند ومرة هتعوض بيه اللور باوند. شيل مرة تاو وحط مكانها تي، فيبقى معاك هنا ساين اتنين تي ناقص تي، فتبقى نص ساين تي. شيل التاو وحط تي، يبقى تي كوزاين تي. الأخيرة شيل التاو وحط صفر، حط هنا التاو بصفر، يبقى نص ساين سالب تي، يعني ناقص نص ساين تي. شيل التاو وحط زيرو فيدي لك زيرو. جمع بقى كل دول، يبقى هو ده الانفرس اللي حضرتك بتدور عليه. هتلاقيه في الآخر عبارة عن ساين وساين الناحية دي، هتظبطهم مع بعض، دي نص زائد نص، يعني ساين تي ناقص تي كوزاين تي، كل دول مضروبين في ايه؟ في نص. وده الانفرس بتاعه. واوعى تعملها مرة تانية. نقول تاني،
عايز اجيب الانفرس لفانكشن زي اللي قدامك دي، اس سكوير على اس سكوير زائد 4 الكل تربيع. الفانكشن اللي قدامك دي يا ريت كان الباص بتاعك اس بس، كنت انت هتضرب في 2 عادي وتعمل الانتجريشن بتاعك زي ما احنا كنا متعودين في المحاضره اللي فاتت، لكن انا عندي المشكله انها بقت اس سكوير. يبقى المساله برضو اللي قدامك دي استحاله انك تجيب الانفرس بتاعها باستخدام القوانين المعتاده. تعال بقى كده نبدا نعمل الستبس بتاعتنا كده بسرعه. انا عايز 3 خطوات. الخطوه الاولى ابدا قسم الفانكشن اللي معاك خد بالك بقى من دي، لحاصل ضرب دالتين كل واحده ليها انفرس معلوم. ايه هما؟ مرة اقول اس على اس سكوير زائد 4 في اس على اس سكوير زائد 4. هل ينفع تكتبها اس سكوير على اس تربيع زائد 4 والتانية تبقى 1 على اس تربيع زائد 4؟ لا. ليه؟ لان انت لو عملت كده دي تدي لك نص ساين، طب ودي ما تدينيش حاجة. يبقى انت وبين انت بتقسم لازم يكون التو فانكشنز اللي انت قسمتهم يكون ليهم انفرس معلوم. اتفضل. وبعدين اولا الاس لوحدها، الاس لوحدها ليها انفرس انت عارفاه؟ ما عنديش اس في الباص لوحدها خالص، صح؟ يبقى دي اول ستيب موجوده معايا، انك مسكت الفانكشن جزأتها لدالتين بس كل واحده فيهم معلوم. نقدر نقول في الستيب الثانيه لما تقدر تجيب الانفرس بتاعك هقول يبقى اف اوف تي بتاعي يساوي، خد بالك حولت من الاس للتي يبقى الضرب يتحول الى علامه كونفليوشن. هات الانفرس للاولى والانفرس للثانيه، انفرس لدي كام؟ كوزاين 2 تي، انفرس الثانية كوزاين 2 تي. خلصت؟ لا لسه. تبدأ الستيب الثالثة والأخيرة أقول يبقى الاف اوف تي، ونبدأ نفك الكونفليوشن ده بالقواعد الرياضية اللي أنت عارفها إن الكونفليوشن في الآخر بيكافئ انتجريشن. يبقى هتيجي تقول كده الاف اوف تي هي عبارة عن انتجريشن من زيرو لتي دي تاو، وتروح للتو فانكشنز اللي معاك واحده تحط جواها تاو والتانيه تحط جواها حسب مقدار السهوله والصعوبه اللي انت شايفه بعينيك، دي براحتك اي واحده ما فيش فيهم مشكله، الاثنين زي بعض. يبقى دي وليكن هقول كوزاين 2 تاو والتانيه هتبقى كوزاين 2 بدل التي تي ناقص تاو، اللي هي لو انا وزعتها هتبقى كده. تمام كده؟ يبقى واحده جواها تاو والثانيه تي ناقص تاو. هنا برضو بالصدفه ان الكوزاين والكوزاين ليها قوانين مثلثيه حضرتك عارفها، تريجنومتريك ايدنتيتيز انت عارف كوزاين في كوزاين تتفك ازاي؟ زي دي لكن بالزائد. يبقى دي عباره عن نص تكامل من زيرو لتي كوزاين فرق الزاويتين زائد كوزاين مجموع الزاويتين. فرق الزاويتين 2 تاو ناقص 2 تي زائد ناقص ناقص بقت زائد، يعني 4 تاو ناقص 2 تي. كوزاين المجموع 2 تاو زائد 2 تي ناقص 2 تاو يتبقى، وتبدا تعمل انتجريشن عادي مع ملاحظه ان الانتجريشن بالنسبه للتاو بتعتبر التي زي اللي فاتت بالظبط. يبقى دي عباره عن ربع ساين ودي بس بالسالب طبعا، ناقص ربع ساين ودي خلاص، ودي تكامل كوزاين بتاعك عباره عن ايه؟ دي تكون مثل كلها ايه؟ ثابت، ثابت الضرب في ايه؟ بس. وطبعا في الاخر عوض بالحدود من صفر لتي، يبقى هو ده الريزلت النهائي بتاع الكونفليوشن. يبقى فكره الكونفليوشن حضرتك ما تفكرش فيها غالبا في الشغل بتاعنا الا لما الطرق البسيطه تفشل. لقيت الفانكشن تنفع بطرق تانية، ما هو انت الفكره معتمده على تفكيرك انت،
ليه أدور على طريقة صعبة طالما في طرق أسهل أشتغل بيها؟ الطريقة السهلة أشتغل بيها، لما تفشل السهلة ابدأ أدور على الطرق الصعبة بتاعتها. ماشي؟ طيب فيزيكالي بقى إيه هو معنى الكونفوليوشن؟ بيقول لحضرتك الآتي، لو أنت عندك أي سيستم في الدنيا وليكن زي البشاورة دي كده، زي حتة السفنجة دي، لو أنا اعتبرت أن ده بالنسبة لي سيستم، السيستم ده قد يكون ترانزستور حتى زي اللي عندك، السيستم ده قد يكون جهاز كمبيوتر، السيستم ده قد يكون غسالة، تلاجة، أي سيستم في الدنيا. السيستم ده بيبقى دايما مكون من ثلاث حاجات: إنبوت ده الدخل بتاعه، أوتبوت ده الخارج بتاعه، وحاجة في النص ما بينهم اسمها ترانسفير فانكشن. الترانسفير فانكشن دي عبارة عن فانكشن رياضية بتوصف شكل الكونستراكشن اللي جوه. يعني انت لو بتتكلم على موتور او جنريتور، الملفات اللي جوه متركبة توالي ولا توازي ولا دلتا ولا ستار ولا كومباينيشن من الكلام ده كله، على حسب شكل التوصيلة الفانكشن اللي جوه بتتغير. بدليل ان انت دلوقتي لو بصيت في البيت في البيت عندك هتلاقي ان التلاجة والغسالة والتلفزيون كلهم نفس الانبوت، مش كده؟ كلهم داخلين لهم الفولت 220 فولت اي سي، بينما التلاجة بتطلع لك حاجة دي بتبرد، الغسالة بتطلع لك حاجة دي بتغسل، التلفزيون ده بيطلع لك صورة، مش كده؟ يبقى ده أصبح معتمد على الترانسفير فانكشن. فنقدر نقول إن أي سيستم أنت بتشتغل معاه، لو أنا اعتبرت السيستم ده عبارة عن بلوك دياجرام كده، سيستم بالنسبة لك مجهول، ممكن السيستم ده يبقى سيمبل قوي حاجة بسيطة، وممكن يكون مكون من سب سيستمز، المهم كل دول اسمهم سيستم. بيبقى له ثلاث حاجات: انبوت، وليكن اسمه اتش اوف تي، اوتبوت وليكن اسمه واي اوف تي، وجوه بيطلق عليه حاجة اسمها ترانسفير فانكشن اسمها جي اوف تي. قال لك هو الخارج اللي معاك ايه العلاقة بينه وبين الدخل والترانسفير فانكشن؟ بيقول لك كده، الفانكشن دي لو هي في التايم دومين اسمها اتش اوف تي، في الاس دومين يبقى اتش اوف اس. الترانسفير فانكشن دي في التايم دومين اسمها جي اوف تي، في الاس اسمها جي اوف اس. الخارج بتاعك في التايم دومين اسمه واي اوف تي، هيبقى في الاس دومين اسمه واي اوف اس. ايه العلاقه بقى اللي بتربط ما بين الخارج بتاعك مع الانبوت والترانسفير فانكشن؟ بيقول لك لو انت بتتكلم على التايم دومين، يبقى الخارج بتاع اي سيستم عباره عن عمليه كونفوليوشن ما بين الانبوت فانكشن اللي داخله معاه مع الترانسفير فانكشن اللي موجوده جواه. ولو انت بتتكلم في الاس دومين، يبقى الواي اوف اس بتاعك عباره عن الاتش اوف اس في بتاعه الانبوت في الاس دومين ضرب جي اوف اس في الاس دومين. بمعنى ان انت دلوقتي لو عندك سيستم مجهول وعايز تتوقع شكل الخارج اللي معاه اللي هيطلع لك منه عباره عن ايه، ما عليك انك تعرف منه حاجتين: الانبوت سيجنال اللي داخله معاك في التايم او في الاس عامله ازاي، الترانسفير فانكشن او التركيب اللي جوه عامل ازاي سواء في التايم او في الاس. حضرتك لو شغلت في التايم، خد الاثنين بتوع التايم اعمل لهم كونفوليوشن وخلصهم كده. لو انت هتشتغل بالاس، خد الاثنين دول اعمل لهم عملية ضرب، يبقى انت كده جبت الخارج بتاعك لكن فين؟ في الاس دومين. خد الاس دومين واعمل له انفرس، تجيب اللي انت عايزه. مثال بسيط، نفترض ان حضرتك عندك انبوت اسمه في التايم دومين اسمه تي، خلاص، والجي اللي موجوده معاك دي في التايم دومين وليكن اسمها عباره عن كوزاين مثلا. عايز اتوقع شكل الخارج اللي معايا هيبقى عامل ازاي، قدامك طريقه من اتنين. واحد، طريقه رقم واحد هي هاخد التي كونفوليوشن مع
الكوزين وصفيها بالتكامل، اللي يطلع لك ده الخارج بتاعك في التايم دومين، تمام كده؟ او التي حضرتك لو حولتها في الاس دومين تبقى واحد على، والكوزين اللي موجودة معاك دي لو انت حولتها تبقى اس على اس سكوير زائد واحد مثلا، خلاص؟ يبقى شكل الخارج المتوقع بتاعك هيبقى عامل ازاي طالما انت شغال في الاس دومين؟ هيبقى ده وده ضرب، فيطلع الناتج اللي معاك عبارة عن واحد على اس في اس سكوير زائد واحد. ما عليك انك تمسك دي تعملها بارشال فراكشن، تقدر تجيب الانفرس بتاعها، يبقى انت كده جبت الخارج بتاعك بدون استخدام فكرة الكونفوليوشن، خلاص؟ يبقى نقول دلوقتي ان فكرة الكونفوليوشن دي هي حاجتين، جزء رياضي وجزء فيزيكال. الجزء الرياضي هو مجرد تو فانكشنز، انت مش عارف تجيب الانفرس بتاعهم لانهم مضروبين في بعض، تجيب الاولى انفرس والتانية انفرس وتحط علامة الكونفوليوشن وتخلصها بالتكامل. لو انت عندك سيستم، السيستم له انبوت ولو ترانسفير فانكشن ولو خارج، ازاي تتوقع شكل الخارج؟ الخارج معاك في التايم دومين هو عبارة عن، اكتبها فوق تاني كده، واي اوف تي هي عبارة عن اتش كونفوليوشن مع جي اوف تي، في الواي اوف اس عبارة عن اتش ضرب جي اوف اس. ممكن انا اجيب لك في الامتحان حاجة زي كده، اقول لك انا عندي سيستم بالصورة دي، واقول لك كده ان الاوتبوت بتاعه عبارة عن ده شكل الاوت بتاعه في الاس دومين، ماشي كده؟ وبعدين بقول لك ان الاتش اوف اس بتاعه او جي اوف اس، اسف، هنا عشان يبقى نفس المسميات، اللي هو يعتبر الترانسفير فانكشن بتاعه عبارة عن حاجة زي كده، اس على اس زائد الواحد. عايزك دلوقتي تقول لي هو الانبوت شكله ايه؟ تاني، اديتك سيستم، عرفتك الخارج بتاعه او الاوتبوت بتاعه عبارة عن ايه، واديت لك الترانسفير فانكشن بتاعته عاملة ازاي بس في الاس دومين، والمطلوب ان حضرتك تتوقع شكل الانبوت سيجنال انت كنت بتشغله بسيجنال عاملة ازاي، تقوم راجع للعلاقة اللي بتربط التلاتة ببعض. لو انت شغال في وضع الاس دومين، ايه العلاقة اللي بتربط انبوت مع ترانسفير مع اوت؟ ان الاوت بيساوي الانبوت ضرب الترانسفير. انت دلوقتي معاك الاوتبوت ومعاك الترانسفير، عايز تجيب الانبوت تعمل ايه بس؟ يبقى انت لو عايز تجيب الاتش يبقى هو عبارة عن الواي وتقسم عليها الجي اوف اس، يبقى دي هقسمها على دي، فدي تحول لضرب، يطلع معاك الريزلت الجديد كده. يبقى الانبوت بتاعك المتوقع اتش اوف اس عبارة عن واي اوف اس مقسوم على جي اوف اس. ادي الواي هقسمه على، طبعا لما تيجي تقسم يتقلب الاس تروح مع الاس، فيطلع الريزلت اللي معاك اس زائد واحد على اس سكوير زائد اربعة اس زائد ايه؟ زائد خمسة. ده كده شكل الانبوت سيجنال بتاعك لكن في الاس دومين. عايز تجيبها للتايم دومين، بسيطة، اعمل لها انفرس تقدر تجيب منها اتش اوف تي، خلاص؟ يبقى ده كده الجزء الفيزيائي او الشرح بتاع الجزء الفيزيائي للكونفوليوشن ثيوري. هي نفس العلاقة الرياضية الكونفوليوشن، لكن هي لو اعتبرت الاتش هي الانبوت والجي ترانسفير، العلاقة بتاعت الكونفوليوشن بيدي لك الخارج بتاع السيستم بتاعك، ماشي؟ نكتفي بكده النهارده.